يعني هو انا بفتكر يعني للاسف الشديد الاخ اويس انه هذا الحضور يمثل للاسف الشديد يعني ان الشان السوداني اصبح يدار من الخارج بامتياز، الخارج الاقليمي والخارج الدولي. واستدل بذلك انه كل من السفر الموجودين على الرغم من نشاطهم اللي كنا متابعينه، لكن كل منهم يعني يحرص بانه يكون تحت مظله في ويكون عنده مظله لكي يخاطب الجمع ويثبت فضله ويثبت حقه في هذه المساله. السفير السعودي اللي هو قدموه بممثل الرباعيه. نعم. انت لو ملاحظ في كلمه البرهان ما تكلم عن الرباعيه، تكلم عن الثلاثيه. صحيح. يعني قال نشكر الثلاثيه. الثلاثيه. نعم. الثلاثيه ولم يتكلم عن الرباعيه اصلا. والرباعيه اللي هي فيها اضافه الامارات، يعني اصلا الثلاثه زائدا الامارات. فهنا لا لا الرباعية فرق، يعني الآلية الثلاثية بنتكلم عن الإيجاد والمجموعة العربية يعني الاتحاد الأفريقي الإيجاد عندك الأمم المتحدة والمجموعة العربية يعني نعم جمع الدول العربية، والمجموعة الرباعية ديك الإمارات والسعودية وأمريكا وأمريكا ومعهم نعم الترويكا الأوروبية نعم. فواضح أنه يعني هنا المظلة أو إيجاد لمساحة لمحمد للسفير السعودي لكي يخاطب باسم الرباعية. على الرغم زي ما قلت لك ان البرهان ما ذكر وشكر الثلاثيه بالتحديد. كان يمكن يعني الدكتور يمكن يكون نسى البرهان. معلش كان مرتجل يعني. جايز ما هو كله في النهايه غراء يعني. وما بفتكر في مشهد زي ده يعني ممكن يكون نسى. فدي واحده، المساله الثانيه اللي دعني برضه لكن اصلا كلمه البرهان جاءت متاخره يعني الناس دي كلهم يتكلموا قبل البرهان. نعم صحيح. صحيح ما هو في النهاية يعني كان أصل من بابه لأنه نقول حكاية النسيان ما في إذا كان ممثل الرباعية يتكلم قدامه وهو جاء مؤخرا يعني كان من بابه لأنه يكون حاضر يعني قدامه يعني طبعا. المسألة الثانية بفتكر للأسف الأخ ويس بعد النقطة دي فيما يتكلم بكلام السفير السعودي أنه يتكلم عن الاستعادة التحول الديمقراطي للأسف الشديد. وين الديمقراطية الموجودة في السعودية؟ ولا حتى مش انتخابات، حتى مجلس الشورى الموجود بتكوينه بتعيينه من ملكي للآن. ويجي الآن يتكلم عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي السفير السعودي وتحقيق هذه المسألة.